طرح اليوم العديد من القضايا في مجلس الأمة. البداية كانت مع مناقشة الرسالة الخاصة بتثمين بيوت منطقة جليب الشيوخ، والتي انتهت بسجال بين نائب حسين الجلاف ووزير المالية مصطفى الشمالي. كما تم رفض رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب، ووافق المجلس على مشروع قانون حكومي خاص بتعديل مواد قانون العمل بالقطاع الأهلي. ناقش مجلس الأمة العديد من القضايا في جلسته اليوم، حيث بدأ بمناقشة الرسالة الخاصة بتثمين بيوت منطقة جليب الشيوخ، والتي تسببت بسجال بين رئيس لجنة العرائض والشكاوي النائب السيد حسين الجلاف والوزير مصطفى الشمالي، حيث أشار الجلاف إلى تعسف الحكومة مع 280 أسرة كويتية، فيما أوضح الشمالي سلامة الإجراءات الحكومية وخاصة فيما يخص لجنة الاعتراض، مؤكدا استلام المواطنين كل المبالغ عن المنازل المثمنة. كما ناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية الخاصة برفع الحصانة، حيث رفض رفعها عن النواب صفاء الهاشم وعبد الحميد دشتي ونبيل الفضل بقضايا متفرقة. ورفض المجلس تخصيص ساعة لمناقشة أحداث الفوضى في قصر العدل المتزامنة مع محاكمة النائب السابق مسلم البراك، فيما طلب التأجيل أسبوعين لمناقشة أوضاع البدون المسرحين من السلك العسكري، وتكليف لجنة التحقيق بأسباب تعثر المواطنين عن السداد بقضية القروض. كما وافق المجلس على اقتراح لجنة التحقيق الخاصة بترقيات النفط الأخيرة. ومن جانب آخر، وافق المجلس على مشروع قانون حكومي خاص بتعديل مواد قانون العمل بالقطاع الأهلي بإجماع 45 نائبا بمداولتين، فيما أقر مشروعين حكوميين آخرين كمداولة أولى هما الهيئة العامة للقوى العاملة ومشروع تأمين البطالة.